اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب في اتم صحه. طبعا يا جماعه، انتوا دلوقتي مستغربين عن المنظر اللي احنا بنعمله دون. تعالوا بقى نشوف كده اخر الراجل اللي بيعمله دون، هنشوف بقى هيطلع لنا ايه من الارض. طبعا ده عامل كده مع جوزي، شغال معايا، فزي ما انتم شايفين كده. خليكم معايا عشان هتبقى صدمة كبيرة جدا جدا جدا، ما تروحش في حتة بعيدة. بصوا، طبعا هو حاطط كده صينية كبيرة وكان دفن عليها تراب، دلوقتي بقى بيفحرها كده. خليكم معايا عشان نشوف تحت الصينية دي ايه. حذروا فذروا يا جماعة، هنلاقي فيها ايه بقى. بصوا طبعا الجو كان ضلمة والكشاف عمال يقيد ويطفي، المنظر بصراحة في الاول بيخوف، بس تعالوا بقى هنشوف تحت الصينية ايه كده. بسم الله بسم الله بسم الله، ما تتخضوش. بصوا يا جماعه بقى، كان الراجل دون كده كان جايب فرخه وكان بيشويها في المندي، عامل كده نظام مندي. بصوا والله هو اللي فحرها وهو اللي بنيها. بصوا طبعا هو في اليوم دون قال لنا يا جماعه ما تعملوش اكل، اعملوا بس كده شويه الرز، وانا ايه وانا هطلع لكم الفراخ. بصوا ما شاء الله، طبعا عامل لنا الفراخ فوق اهي ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين. بصوا، عايزه اقول لكم يا جماعه ان الراجل دون، بصوا شيف والله العظيم، بيعمل اكل جميل جدا جدا جدا، وبيفكر ما بيعملش اكل على البوتاجازات، لا بيعمل اكل كده زي ما انتم شوفوا كده في المندي، او في بيعمل حفره تانية كده ويسوي عليها بالحلل بالحطب بقى والكلام دون. بصراحة ما شاء الله عليه والله العظيم، عايزة اقول لكم راجل ما شاء الله عليه بصراحة. يعني ابصوا حاطين الفراخ، حاطت الفراخ تحت ورق النخل. بصوا ده طبعا ورق نخل كده، غسله كويس جدا وحطه. طبعا بصوا هو والله يعمل لنا كده اكلة كده، وقال لنا يا جماعة انا هعمل حبة الرز ليا وانتوا اعملوا حبة رز ليكم، انا طبعا هجيب لكم ايه، هجيب لكم الفراخ. بصوا اهون، بصوا ما شاء الله. هو بقى حطها تاني كده فاضية اهيا. البتاعة دي يا جماعة، الحديدة دي مكلفة 100 جنيه، بس بصراحة هو هي بتنفعه هو، لان هو ما عندوش بصراحة بوتاجاز وما بيحبش الاكل على البوتاجازات. بصوا تاني هو اندفنها وحط عليها الصينية. طبعا طلعني بقى الفراخ ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين والله العظيم، جميلة جدا جدا جدا. بصوا منظرها، انا ما عملتش غير حبة الرز بس اهون، وحبة رز بلدي يا جماعة، مش بسماتك ولا اي حاجة خالص. كان عندي علبة كده، قلت بقى ايه اكنها بقى اكل جاهز، اكنه اكل جاهز مندي بقى، عمالين يقولوا بقى الاكل المندي الاكل المندي، فقلنا بقى نجربه. اهو عملت بس حبة الرز كده، بصراحة ربنا يا رب يبارك فيه، اللهم امين يا رب. شخصية محترمة جدا جدا جدا، وبيعز ولادي. طبعا هو عشان هيعمل اكل فقال لا لازم اعمل طبعا لولاد المهندس، فعمل لنا طبعا والله كده فرخة وبعتها لنا، وقال لنا بس انتوا اعملوا بس شوية الرز وانا هبعت لكم الاكل. بصوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن، وتعالوا بقى اوريلكم الفرخة. بصراحة كان باعت حتتين لحمة برضك لجوزي، بس نسيت خالص ان انا احطهم.
بصوا الاكله بقى دي،